الخيول العربية أصيلة بالغة من عمر 3 سنوات مزددة ومربات بالمغرب. مسافة السباق غادي تكون 1900 متر. إذا السباق السابق ديال المشاركة ديال 10 مشاركين فقط بعد تخلي رقم 8 آيس ميراج بقد تخلي رقم 5 شكرا الله عفوا من المشاركة ديال منذ البداية انطلاقة جيدة من جانب رقم 4 كحيل بوسكورة وفقة سعيد مديحي الآن كذلك الصعود من جانب رقم 1 كبار بي أي من هشام مقجل اللي ياخذ الآن الصف الأول كذلك محاولي الصعود من جانب رقم 8 آيس ميراج محمد الدياب لاكازاكسوس في الصف الثالث ومحاولي الصعود كذلك من جانب رقم 10 إيطو دو غير قاسم في الطول من الجهة الخارجية اللي كيحاول كذلك يمشي لمقدمة السباق دائما رقم 1 كبار بي أي من هشام مقجل في الصف الأول والآن الصعود من جانب رقم 4 كحيل بوسكورة سعيد مديحي اللي ياخذ الآن المبادرة وكيمشي للصف الأول من الجهه الخارجيه كذلك محاولي الصعود من جانب رقم 10 ايتو دو غير قاسم فطو من الجهه الخارجيه اللي كيمشي كذلك لكوكبه المقدمه رقم 8 دائما ايس ميراج محمد الديا في محاوله تقدم للصفوفه الاولى. اذا قبر بهم الان كياخذ اللي كيحاول ينفع من قاعد السباق في وقت السباق في مقدمه السباق رفقه هشام القجل كذلك محاولي الصعود من جانب رقم 4 كحيل بوسكورة سعيد مديحي اللي كياخذ الان الصف الاول في ديل المتابعه ومطارده القويه من جهه رقم 8 ايس ميراج محمد الدية دائما في المطارده مع ايضا رقم 11 زهر كرينا الان تيباري الميموني اللي كيحاول كذلك يمشي لمقدمه السباق دائما رقم 1 كبار بي ام هشام مقجل في الصف الاول رقم 4 كحيل بوسكورة سعيد مديحي في الصف الثاني ورقم 8 ايس ميراج محمد الدية في الصف الثالث. اذا تنافس قوي الان وصراع قوي بين كل رقم 1 كبار بي ام ورقم 4 كحيل بوسكورة ورقم 8 ايس ميراج محمد الدية وكذلك محاولي الصعود الان من جانب رقم 11 زهر كرين في الصف الرابع تيباري ميموني اللي كيحاول كذلك يمشي للمراكز الاولى رقم 10 الان ايطو غين قاسم في الطول في تاخر نوعا ما مقارنه مع رقم 1 قبار بي ام اللي كيحاول ينفع من ايقاع السباق في الصف الاول رقم 4 كحيل بوسكورة سعيد مديحي في المتابعه كذلك رقم 8 ايس ميراج محمد الدية الان بلاكازاكسوس في الصف الثالث لانه صراعات قويه الان بين رقم 4 كحيل بوسكورة وحاول الصعود من جانب رقم 8 ايس ميراج من الجهه الخارجيه اللي كيحاول كذلك يمشي الان وصل للخط المستقيم والنهائي دائما رقم واحد قبار بي ام شرق في الصف الاول او هذا رقم 4 الان كحيل بوسكورة كيحاول سعيد مديحي كيحاول كذلك يمشي للصف الاول الان صراع قوي بين رقم 4 رقم 8 اذا رقم 4 رقم 8 رقم 4 كحيل بوسكورة كي غادي يفوز بهذا السباق رقم 4 سعيد مديحي رقم 8 محمد الدية رقم 1 قبار بي ام شرق في الصف الثالث اذا فوز قوي ورائع لرقم 4 كحيل بوسكورة سعيد مديحي اللي تفوق على المنافس ديالو محمد الدية رقم 8 ايس ميراج قبار بي ام رقم 1 جا في الصف الثالث في انتظار تاكيد هذه النتائج بعد قليل.